مصر بتتكلم حرفي ليس مجرد شعار لمعرض ديارنا العام الحالي، فالقائمين على الحرف اليدوية استطاعوا أن يقدموا الحرفية والتطور في منتجاتهم ليكون الشعار مطابق للواقع، لتتفرد المنتجات الخشبية النحاسية والمشغولات اليدوية في تصاميمها. أهم حرف يدوية كتير جدا، بالذات بدعم من دعم الشباب، دعم الفتيات والسيدات ودعم المرأة، إذا كان في مراكز الشباب ومنتجاتهم والمشروعات الصغيرة. معايا شغل خشب السرسوع من محافظة جنة، هي حرفة تراثية كانت بتعمل دايما في جنة، والحمد لله دلوقتي في السنوات الأخيرة ابتدت تنتشر، يعني لأن الناس حبت إنها ترجع للطبيعة فانتشرت زيها زي الفخار وكده. فالصناعة المصرية والجلد المصري لا يعلى عليه، والحمد لله احنا سوقنا كتير قوي في المعرض ده. وبالنسبه لنا احنا هنا في حاجات جديده زي الحاجات دي، ده شغل الولاد، ده من الحاجات الجديده. احنا عملنا مبادره بتشغيل 1000 اسره على صناعه النسيج، وبدانا ندربهم دي بالاستفاده من المدارس الثانويه النسيجيه اللي موجوده في محافظه سوهاج. بناخد خريج الدبلومات الفنيه وندربهم على هذه الصناعه اللي هي بيطبق في المدرسة الجزء النظري، وفي قرية النسيج الموجودة الجزء العملي. الزائرون أشادوا بتنظيم المعرض وتنوع المنتجات ليصبح المعرض مظلة كبيرة وفرصة لتسويق المعروضات وتقديم الدعم للحرفيين المصريين. فناس اكتر ابتدت تشتغل في المجال وابتدت تحاول تطور من نفسها، وفي ناس انا شفتها السنه اللي فاتت غيرت في المنتجات بتاعتها وطورت وعملت شويه حاجات. اللي عمل التصميم بصراحه ممتاز جدا، ان انا بخش من اول بوابه بلف على المحلات كلها اجباري مش اختياري، اجباري عشان اوصل لاخر محل. اعتقد ان المعرض هذا العام يركز على التصاميم والابداعات المصريه للعارضين، وهذا امر مهم للغايه وواحد من اهم الفوائد. ويشارك بالمعرض حوالي 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية، بالإضافة إلى منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن بعض الجهات الداعمة كوزارة الصناعة وصندوق التنمية الثقافية. تنوع في المنتجات بلمسات جمالية انعكست على إقبال الجمهور، حالة رسمها معرض ديارنا هذا العام، ما أضفى قيمة اقتصادية وثقافية لدعم الصناعة.